إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما زال حديثنا موصولا حول آداب بيت الله سبحانه وتعالى، وتحدثنا في الدرسين الماضيين حول بعض هذه الآداب، والآن بمشيئة الله سبحانه وتعالى نواصل الحديث عن آداب المسجد، ومع الأدب الثاني والعشرين من آداب المسجد، ألا وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الخروج من المسجد بعد الأذان إلا لعذر، بمعنى أنه لو أذن المؤذن فينبغي على الإنسان أن يظل في المسجد حتى يصلي، يعني لا يجوز للمسلم أن يخرج بعد ليه؟ بعد الأذان، بعد الأذان وقبل ليه؟ الصلاة، يعني طالما أذن عليه الأذان وفي داخل المسجد لا يخرج إلا بعد ليه؟ إلا بعد الصلاة. فيكره الخروج من المسجد لمن أدركه الأذان وهو فيه، يعني هو في داخل المسجد، إلا لمن كان عنده عذر يسوغ له الخروج من المسجد. ففي صحيح مسلم عن أبي الشعفاء قال: كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة رضي الله عنه، فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي، يعني بعد الأذان في واحد قام يمشي، فأتبعه أبو هريرة بصره، فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم. يعني سيدنا أبو هريرة بيقول على هذا الرجل الذي خرج من المسجد أنه عصى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث له حكم الرفع، لأن طبعا أبو هريرة لما يقول أن هذا عصى النبي، يعني معنى ذلك أنه إيه؟ أنه ارتكب إثم، ومثل هذا التأثيم أو إثبات المعصية لا يقوله الصحابي بمجرد الرفع، ولم يكن له أن يجتهد في مثل هذا وحاشه، بمعنى ذلك أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يسمع النداء في مسجد هذا ثم يخرج منه إلا لحاجة، ثم لا يرجع إليه إلا منافق. يعني الذي يخرج من المسجد بعد الأذان ده ولا يرجع ليصلي، ده يعني وصفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالنفاق. إذن معنى ذلك أنه لا يجوز لمن أدركه الأذان وهو بالمسجد أن يخرج منه حتى يؤدي الصلاة المكتوبة، يعني إلا العذر، يعني كان إذا كان في عذر قاهر واضطره إلى الخروج فمن الممكن في هذا أن يخرج، لأن من خرج بعد الأذان بدون عذر قد يشغله أو يعوقه ما يمنعه من إقامة الصلاة مع الجماعة، فيكون سببا في تفويت صلاة الجماعة والتأخر عنها. ولأن الخروج، يعني الخروج من المسجد بعد الأذان، إعراض عما يقتضيه الأذان، لأن في الأذان حي على الصلاة، حي على الصلاة، يعني تعالى إلى ليه؟ إلى الصلاة. يبقى معنى ذلك أنت لما تسمع حي على الصلاة ومع ذلك لا تستجيب لهذا النداء وتعرض عنه طالما أنك خرجت من المسجد. ففي الأذان حي على الصلاة، وهذا يريد اللي هو يريد أن يخرج من المسجد، وهذا يريد أن يخرج من المسجد الذي صلى فيه. ففي الأذان طلب للإقبال على الصلاة وحضور المساجد للصلاة، وهذا الخروج اللي هو خروجك من المسجد بعد الأذان وقبل الصلاة ينافي النداء الذي فيه حي على الصلاة. ثم إن فيه تشبه بالشيطان، يعني الخروج من المسجد بعد الأذان وقبل الصلاة فيه تشبه بالشيطان، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله درات حتى لا يسمع صوت التأذين، رواه الإمام البخاري والإمام مسلم. فيقول الإمام ابن بطال عليه رحمة الله: ويشبه أن يكون الزجر عن الخروج من المسجد بعد أن يؤذن المؤذن لئلا يكون متشبها بالشيطان الذي يفر عند سماع الأذان. إذا معنى ذلك أن الذي يخرج من المسجد بعد الشيطان بيهرب من الأذان، فلو خرج الإنسان من المسجد بعد الأذان وقبل الصلاة كأنه تشبه بالشيطان في خروجه من الإيه؟ في خروجه من أو في ابتعاده عن المسجد. أيضا من آداب المسجد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ المسجد طرقا، يعني كطريق تمر فيه. ففي معجم الطبراني بسند صحيح
قال صلى الله عليه وسلم: من اقتراب الساعة أن تتخذ المساجد طرقا، يعني من علامات الساعة يعني أن يتخذ المسجد كطريق يمر فيه الإنسان، يعني ما لا تكون النية أن هو يصلي مثلا الصلاة، وإنما يتخذه كطريق أو كممر يمر منه إلى جهة أخرى. وقال صلى الله عليه وسلم: من أشراط الساعة أن يمر الرجل في المسجد لا يصلي فيه ركعتين، وألا يسلم الرجل إلا على من يعرف. يعني بيقول صلى الله عليه وسلم مرة أخرى: من أشراط الساعة أن يمر الرجل في المسجد لا يصلي فيه ركعتين. أن هو دخل المسجد لغرض ما، ليس لا للصلاة ولا تعني هذه الأمور، وإنما لأغراض أخرى. أيضا من الأداب عدم المرور داخل المسجد بآلة حادة. فروى الإمام البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها، أو قال: فليقبض بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعني معنى الكلام أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني نهى أن يكون مع الإنسان أي شيء يؤذي به المصلين أثناء تواجده في بيت الله سبحانه وتعالى. أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إطان الرجل المكان من المسجد. يعني إطان الرجل يعني أن يتعود الإنسان أن يصلي في مكان محدد لا يصلي إلا فيه. يعني يقول لك: لا، أنا دائما أصلي مثلا في هذا المكان، لا يتحرك منه إلى مكان إلى مكان آخر. وربما بعض الناس لو وجد يعني واحد جالس في مكانه، يعني ربما من الممكن أنه لا يستطيع أنه يقيم من هذا المكان ويجلس فيه، وإنما يتأذى نفسيا أن فيه إزاي في واحد جلس في مكان. فعملية إطان المكان أو أنك أنت تتعود على الصلاة في مكان محدد، هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. في سنن أبي داود بسند صحيح نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث: عن نقرة الغراب، وعن فرشة السبع، وأن يوطن الرجل المكان الذي يصلي فيه كما يوطن البعير. يعني ثلاث أمور نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم: عن نقرة الغراب، وعن فرشة السبع، وأن يوطن الرجل المكان الذي يصلي فيه كما يوطن البعير. لما نقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نقرة الغراب، يعني معناه تخفيف السجود، وأنه لا ينكث فيه إلا قدر وضع الغراب من قاره فيما يريد أكله. يعني هو بمجرد ما يضع رأسه في الأرض يرفعه زي يعني مثل نقرة الغراب. تعرف الغراب يعني ينقر في الأرض هكذا. يعني لما أنت تسجد لا تطمئن في السجود، كأنك وضعت رأسك ثم ترفعها مباشرة، بهذا يعني في عدم اطمئنان في السجود. ولذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن نقرة الغراب، يعني عدم الاطمئنان في السجود. عن فرشة السبع، وهو معناه أن يبسط ذراعيه في السجود ولا يرفعهما عن الأرض كما يبسط الكلب والذئب ذراعيه. يعني تعرف أعزكم الله، لما الكلب يعني يكون على الأرض يعني يبسط ذراعيه على ليه؟ على الأرض. أنت المفروض في السجود بتضع الكفين على الأرض، إنما الذراع بيكون مرفوعا ليه؟ مرفوعا على الأرض. يعني تضع الكفين فقط، الذراع يكون مرفوع هكذا. إنما بعض الناس سبحان الله في السجود الذي عمل يده هكذا، يعني يبسط ذراعه وكفه أو ذراعي وكفيه على ليه على الأرض. وهذا منهي عنه أن يعني فيه تشبه بالكلب أعزكم الله، إنما يضع الكفين ويرفع ليه؟ ويرفع الذراعين. الأمر الثالث الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أن يوطن الرجل المكان الذي يصلي فيه كما يوطن البعير. معناه أن يألف الرجل مكانا معلوما من المسجد مخصوصا به يصلي فيه كليه؟ كالبعير. بمعنى أنك أنت البعير دايما أو الناقة يعني الجمل، يعني الناس اللي طبعا لما يعني في البداية يعرفون ويقومون بتربية النوق والجمال يعرفون هذا الأمر. البعير لما يدخل في يعني في 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 المكان الذي يبرك فيه، يعني له مكان محدد دائما
هذا المكان هو الذي يكون فيه. فالإنسان لو توطن مكانا في المسجد، يعني أرف مكانا ما ولم يعني لم يغيره، المفروض مثلا مرة يصلي هنا مرة يصلي هنا مرة يصلي هنا وهكذا، حتى لو كان حريص على الصف الأول ينتقل في الايه في الأماكن في الصف الأول، لا يتعود مكانا ايه لا يتعود مكانا محددا. أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زخرفة المساجد والإسراف في تزيينها، فإن ذلك مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي سنن النسائي بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم: من أشراط الساعة أن يتباهى الناس في المساجد، من أشراط الساعة أن يتباهى الناس في المساجد. وعن ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد، ما أمرت بتشييد المساجد. تشييد المساجد معناه هنا الإسراف في الزينة والزخرف. وقال ابن عباس: لتزخرفن المساجد كما زخرفت اليهود والنصارى. يعني ده انت عارف دايما لما بيدخل اي معبد من معابد اليهود او ما بيسمى باللغه الايطاليه بالسينجوجا يعني، او اي كنيسه من كنائس النصارى، تجدوها مزخرفه وفيها رسوم وفيها صور، صح ولا لا؟ لو في اي واحد داخل يعني. فعمليه التشييد والزخرفه والاسراف في التزيين في المسجد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يشغل الايه المصلي. المفروض ان المصلي اصلا وهو في الصلاه يكون في حاله خشوع، كما قال الله سبحانه وتعالى: قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خشوع. انما عمليه الزخرفه والتزيين والاسراف دي بتلهي الانسان عن الايه عن الخشوع في الصلاه. وذلك أنه ليس المقصود من بناء المساجد إلا أن تكن الناس من الحر والقر، القر اللي هو البرد يعني، كما قال سيدنا عمر رضي الله عنه: وزخرفتها ليس من ذلك في شيء. ولذلك نهى عنه عمر بقوله: إياك أن تحمر أو تصفر، يعني لا لون أحمر ولا لون أصفر، بس كده المسجد يكون يعني يعني من الافضل ان تكون فيه مثلا لون الابيض ولا شيء، بحيث ان هو ايه يعني يعطي انطباع بالراحه المصلي، وفي نفس الوقت يعطيه المقدره على الايه على الخشوع. ايضا من الاداب عدم هجر المسجد القريب. يعني مثلا اذا كان الانسان في مسجد قريب منه ينبغي له ان يصلي فيه، ولا يترك المسجد القريب منه ويذهب الى مكان ايه ويذهب الى مسجد اخر. فمن آداب المسجد ألا يهجر المسجد الذي يليه، يعني المسجد القريب من الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما روى الطبراني بسند صحيح: ليصلي أحدكم في مسجده ولا يتبع المساجد، ليصلي أحدكم في مسجده ولا يتبع ليه ولا يتبع المساجد. ويقول الشيخ الفوزان عليه رحمه الله حفظه الله، يقول: بعض العلماء يرى أن أقرب المسجدين أولى. يعني مثلا إذا كان في عدة مساجد، المسجد الأقرب لك أولى بأنك أنت تصلي بأن تصلي فيه. يقول بعض العلماء: يرى أن أقرب المسجدين أولى لأن له جوارا فكان أحق بصلاته فيه، ولأنه قد ورد: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. ولأن تعدي المسجد القريب إلى البعيد قد يحدث عند جيرانه استغرابا. يعني لما الناس مثلا يرونك وانت تترك المسجد القريب وتذهب الى مسجد بعيد او مسجد يعني ابعد منه، فيستغربون: لماذا تركت هذا المسجد؟ فتخطي المسجد الذي هو قريب لك الى غيره ذريعه الى هجر المسجد القريب منك واحراج لامامه، بحيث يساء الظن به. يعني ممكن الناس يظنون انك انت يعني ما لا تريد انك انت مثلا تصلي خلف هذا الامام، او لا تريد انك انت تصلي في هذا المسجد نظرا لبعض الامور السيئه فيه، فبيبقى في اساءه ظن بالايه بالمكان. فلذلك يعني ده الحكمه يعني. ولكن هو في الاول وفي الاخير ان طالما في حديث للنبي صلى الله عليه واله وسلم اللي هو احنا الذي ذكرناه، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليصلي احدكم في مسجده، يعني المسجد القريب منه، ولا يتبع لي المساجد. طبعا هذا الامر محمول على ليه؟ على الاستمراريه ولا على الدوام. لكن مثلا لو الانسان
ذهب إلى مسجد آخر مرة مرة فيش مشكلة، مثلا في حب أن يذهب إلى إمام يسمع من خطبة الجمعة يستريح له، أو يصلي خلفه في مرة يعني يستمع إلى قراءته في القرآن الكريم بيستفيد منه أكثر، ليس يعني يعني يكون على سبيل الإيه، على سبيل يعني على في بعض الأحيان وليس في دائما في كل يوم يذهب إلى ليه يترك المسجد القريب منه ويذهب إلى مسجد ليه ويذهب إلى مسجد آخر. أيضا من آداب المسجد استحباب إظهار الزينة لصلاة الجمعة والعيدين، يعني الإنسان لما يجي يصلي الجمعة وكذلك في صلاة العيدين، احنا طبعا احنا قلنا في البداية أن المسلم حينما يأتي إلى أي صلاة من الصلوات ينبغي له أن يتزين عند وقوفه أمام الله سبحانه وتعالى. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أحق من تزين له. تعرف كما قلت في البداية بعض الناس سبحان الله لما يأتي للمسجد ممكن يلبس أي شيء، ولكن لو حيروح مثلا سوبر ماركت ولا حيروح السوق ولا حيروح حتى يتجول في الطريق هكذا يلبس أفضل ما عنده، انما وجاي للمسجد كده يلبس يقول لك ما حتى ولو لبس اي شيء يقول لك ممكن يعني ارى اي جلباب ولا فقيه في المسجد البسها، وكانه لا يبالي بنظر الله سبحانه وتعالى اليه. فالله سبحانه وتعالى يعني هو احق من تتزين له، ده في جميع الصلوات، لكن في صلاه الجمعه يكون اخص، وكذلك في صلاه العيدين. فيستحب المسلم ان يتخذ لصلاه الجمعه والعيدين ثوبا جميلا يتجمل به، لأن لبس الجميل من الثياب لصلاة الجمعة والعيدين رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم. يدل على ذلك ما حدث به عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كما روى الإمام البخاري في الصحيح، قال أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى حلة يعني وصفها حلة سيراء يعني فيها حرير يعني عند باب المسجد، فقال سيدنا عمر بن الخطاب يقول للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك. فقال صلى الله عليه وآله وسلم إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة، إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا على اساس ان فيها حرير يعني، ولكن الشاهد سيدنا عمر بيقول له يا رسول الله يعني لو لم يكن فيها حرير لاقره النبي صلى الله عليه وسلم على شرائه واخذه، انه بيقول ان سيدنا عمر بن الخطاب يعني هو لا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني اقر عمر على ان يتخذ المسلم ثوبا جميلا لصلاه الايه الجمعه، ولكن لم طبعا على اساس ان هذا الثوب بالتحديد فيه يعني فيه بعض من الحرير فنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على عمر اتخاذ الحله يعني الملبس الجميل للجمعه وعند استقبال الضيوف او عند استقبال الوفود، انما انكر النبي صلى الله عليه وسلم لبس مثل هذه الحله التي فيها الحرير. فبهذا يعلم أن التجمل للجمعة والعيدين وللضيوف أو للوفود مرغوب فيه. ومن الزينة أيضا أن يمس القادم إلى الجمعة من الطيب أو العطر، وفيه ترغيب عظيم. فروى الإمام البخاري عن سلمان الفارسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني تخيل أنك أنت لما تجتمع فيك هذه الأمور الله سبحانه وتعالى يغفر لك ما بين الجمعتين، بس لابد من توفر كل الشروط الواردة في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هي قال فيها صلى الله عليه وسلم الاغتسال لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته. يعني من ضمن الشروط عشان الله سبحانه وتعالى يغفر لك ما بين الجمعتين أنك أنت إيه تضع إليه طيب وتضع عطر ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له، يعني من صلاة التطوع والنافلة قبل صلاة الجمعة يعني أو قبل أن يصعد الإمام إلى المنبر ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. كما قلنا الحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه
وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من شروط يعني مغفرة الذنوب بين الجمعتين أن يضع الإنسان الطيب أو العطر وهو قادم إلى صلاة الجمعة. طبعا ده يعني لأن إحنا إن شاء الله من بعد سنتحدث عن آداب الجمعة بوحدها يعني. لكن كما قلنا إن طالما أنك أنت ستأتي للمسجد ينبغي الإنسان يعني أن يتزين وأن يتجمل لأنه قادم ضيف على الله سبحانه وتعالى. أيضا من الآداب بالنسبة للمرأة يعني إذا حضرت إلى بيت الله سبحانه وتعالى هي المرأة عامة لا تمنع من الحضور إلى بيت الله عز وجل، يعني طالما الناس تستفيد يعني في درس علم ولا في خطبة الجمعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنت كما روى الإمام البخاري في صحيح إذا استأذنت امرأة أحدكم من المسجد فلا يمنعها. إذا المرأة استأذنت أن تأتي إلى بيت الله سبحانه وتعالى فلا يمنعها زوجها. ويجوز للمرأة أن تصلي في المساجد وليس لزوجها إذا استأذنته أن يمنعها من ذلك ما دامت مستترة ولا يبدو من بدنها شيء مما يحرم نظر الأجانب إليه. لكن طبعا المرأة لا تتطيب ولا تضع، طبعا الرجل يعني يضع عطر ويضع طيب عند لا سيما عند قدوم إلى بيت الله سبحانه وتعالى، إنما المرأة لا تضع شيئا من هذه الأمور لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا. فأما الطيب ورد فيه نص مخصوص نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تضعه عند خروجها. تقول زينب زوجة سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بتقول قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا، إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا. وهذا رواه الإمام مسلم في صحيح. وفي صحيح مسلم أيضا قال صلى الله عليه وسلم أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة، يعني خلاص بتظل في بيتها بقى لو وضع طيب ولا عطر ولا شيء تجلس في بيتها ولا تخرج إلى الطريق. ده نهي طبعا، هو الرسول صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تضع يعني بالنسبة للطيب والعطر تضعه في بيتها وتضعه لزوجها، إنما عند خروجها لا. والمفترض أن الرجل ينبه زوجته إلى مثل هذه إلى مثل هذا الأمر. وأيضا من العلماء من كره للرجل أن هو يضع طيبا أو عطرا عند خروجه مع زوجته حتى لا يساء الظن بها. تعرف كثير من الناس لا يفرق بين عطر الرجل وعطر المرأة، فبيشم يظن أن المرأة هي التي وضعت العطر وليس زوجها. فبالتالي من الأفضل إذا خرج الرجل مع زوجته هكذا فلا يضع طيبا أو عطرا حتى يعني لا يلفت النظر إلى زوجته. هذه بعض من الآداب التي أردنا أن ننبه عليها بالنسبة لآداب المسجد، وقلنا بأن هذه الآداب من المهم أن يتعلمها المسلم لأنها يعني بيترتب عليها الكثير من الأجر والثواب من ناحية، ومن ناحية أخرى أنت في ضيافة الله سبحانه وتعالى. تعرف لما تكون مثلا رايح زيارة لإنسان ما وهذا الإنسان يعني له مكانة أدبية أو وجهة اجتماعية في المجتمع، فأنت بقدر الإمكان بتحاول أنك أنت يعني تكون مؤدبا ومحترما معه أو في بيته، فما بالك إذا كنت في بيت الله سبحانه وتعالى. ده اسمه بيت الله سبحانه، المسجد بيت الله، وأن المساجد وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. فهذه الأداب كما قلت ينبغي على المسلم أن يتعلمها حتى لا يسيء الأدب مع الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا، كما نسأل سبحانه أن يغفر لنا ذنوبنا وييسر لنا أمورنا ونبارك لنا في أرزاقنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.